بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الثالثة. موضوعنا اليوم إكمال نموذج من نماذج دورة حياة التطوير البرامجية. إكمال هذا الموضوع اليوم راح نتطرق إلى نموذج آخر، هو الووترفول موديل، نموذج الشلال، ويدعى أيضا هذا النموذج بالنموذج الخط التسلسلي، وهو أول نموذج في معالجة التطوير البرامجية يكون مشتق من معالجات هندسية أخرى، بسبب أن عملية سريان السيطرة كسريان المياه بالشلال. وهذه المعالجة استنتاج معالجة من معالجة أعلى، وهكذا معالجة تشتهر بها بعض معالجات هندسة البرامجيات، خلني أقول توريث المعالجة من طور إلى طور. المخطط بالشكل يوضح عملية سريان المعالجات من طور إلى طور بما يشبه سريان المياه في الشلال. تبدأ العملية بمتطلبات تعريف متطلبات المستفيد، بعد تعريف متطلبات المستفيد تعريفا جيدا نقوم بوضع بالمعالجة اللاحقة لها، وضع تصميم لبرامجية النظام، ثم بعد ذلك التنفيذ، ويرافق التنفيذ إجراء اختبار الوحدة على مستوى الوحدات، الوحدات البرامجية الموضوعة. البرامجية الموضوعة متكونة من وحدات، هنا بعد التنفيذ يتم إجراء اختبار لهذه الوحدات اختبارا مستقلا لغرض اكتشاف الأخطاء الموجودة. ثم بعد ذلك مرحلة اختبار تكاملية هذه الوحدات، تكاملية النظام بمكوناته، يتم اختبار هل يعمل بصورة جيدة كوحدة واحدة. ثم ننتقل إلى مرحلة تشغيل البرامجية وبداية مرحلة الصيانة، اللي هي أيضا راح تكتشف مجموعة من الأخطاء في كل وحدة من الوحدات السابقة، بكل معالجة من المعالجات السابقة. لذلك هناك فيدباك من الصيانة إلى التكاملية، إذا اكتشفنا بالصيانة أنه الوحدات ما تعمل بصورة متكاملة جيدا، أو من الصيانة إلى وحدة التنفيذ أنه الكود به خطأ على مستوى الوحدات، على مستوى الكود هناك أخطاء اكتشفت أثناء الصيانة، أو فيدباك إلى التصميم أنه أكو خطأ بالتصميم تورث إلى المعالجات وصولا إلى الصيانة، لذلك أكو فيدباك. وممكن بتعريف المتطلبات عندنا خطأ، وبالتالي راح تكون البرامجية أيضا ما تلبي متطلبات الكوستمر. هذا الرجوع بالفيدباك راح يولد تأخير، كلفة، سواء كلفة بالزمن بالتأخير، كلفة بالتكلفة المادية نتيجة وجود متطلبات جديدة وبذل جهد جديد وهكذا. النموذج هذا يقترح منهج متسلسل ونظامي، منهج متسلسل ونظامي لإنشاء البرامجية. يبدأ بمستوى على مستوى النظام، ويتطور من خلال المعالجات مال التحليل والتصميم والكودينج، كتابة البرامجية والتيستينج الاختبار والصيانة. الدروباك المسجل على نموذج الووترفول هو الصعوبة في إحداث تغييرات بالمعالجة. بعد المعالجة أكو صعوبة بإحداث تغييرات على المعالجات السابقة، وهناك بعض المشاكل لهذا النموذج تتلخص أول مشكلة بالنموذج هي مشكلة الصلابة، غير مرن بتجزئة المشروع إلى مراحل. طبعا بعض الأحيان نحتاج إلى أن نجزئ المشروع إلى مراحل لغرض إجراء تغييرات، إجراء تحديثات وتصحيح. هذا المرن، هذا العفو النموذج غير مرن، صلب، وهذا الصلابة مالته، صلابة النموذج، عدم مرونته،
راح يجعل من الصعوبة الاستجابة للتغييرات في متطلبات المستفيد. المستفيد واليوزر بعض الأحيان تكون عنده متطلبات، نتيجة صلابة هذا النموذج ما راح يلبينا بصورة كفوءة للمتغيرات اللي يطلبها من عندنا الكوستمر. لذلك فهذا النموذج يكون ملائم في حالة واحدة، عندما تكون المتطلبات مفهومة بشكل جيد، مفهومة وواضحة ومحددة من البداية بشكل جيد، يكون هذا النموذج ملائم. فهذه البروبلمز تعتبر ديس ادفانتج لهذا النموذج، والادفانتج من الادفانتج مالته انه يقترح منهج متسلسل ونظامي لاجراء عمليه تطوير البرامجيه. هذا ما يخص النموذج، نموذج الشلال او النموذج الخط التسلسلي لهذا اليوم. شكرا جزيلا.